المشاهدون الكرام، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم بالمكشوف. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نكشف عن خفايا كثيرة ربما تكون بعيدة عن فهم المتلقي، أو أن هناك تضليلا إعلاميا عمل على تزييف وعي المتلقي وجعله مضطربا في الوصول إلى الحقيقة وكنهها. وحلقة اليوم ستتناول صعود الحوثية قراءة مغايرة، والحوثية وما أثير حولها. في حقيقة الأمر هناك كثير من اللغط وكثير من التضليل الإعلامي الذي مورس على المواطن في الجمهورية اليمنية، وكثير من الأطراف مارست هذا التضليل الإعلامي لكي تسقط عن نفسها المساعدة التي قدمتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أعزائي المشاهدين، من أعظم مصائبنا في المأساة اليمنية الراهنة أننا نتناول الوقائع والأحداث بشيء من الاستخفاف، وفي كثير من الأوقات من الاستهبال الذي لا يكلفنا جهد القراءة العلمية ولا عناء المنطق العقلي السليم، وإنما يكلفنا بالإضافة إلى ذلك ويلات التيه وكوارث العمى والضلال. وعندما نتخبط في ضلال المناكفات الإعلامية وكذلك المكايدات السياسية، فإننا لا نرى الواقع كما هو ولا نتصور المستقبل كما نريده. لذلك تأخذنا الأحداث إلى متاهات الحيرة ودهاليز الجهل بالحقيقة. وهناك كما قلت في بداية حديثي قوى تتعمد تزوير الأحداث وتزييف الوعي، لأن هذه من أهم وسائل التضليل التي تخدم مشاريعها المشبوهة وتخدم كذلك مؤامراتها الظاهرة والخفية، وتصبح هذه العملية سلاحا مدمرا للعلم والعقل معا حين تنفذها أدوات الاتصال الحديث. وتعد الرؤية الأحادية للأحداث والوقائع من أهم آليات التضليل وتزييف الوعي الجمعي وكذلك تكوين الرؤية الأحادية، وهي كما قلت أخطر حينما تنعدم الموضوعية وتغيب أيضا حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى ذلك حينما يسود التعصب الطائفي والتعصب الحزبي وكذلك المناطقي. وعلى كل، فإن العقلية الصراعية المتسلحة بالعقائد والمتسلحة كذلك بالأجندات المشبوهة فرضت خطابا مضللا ومحرضا على الكراهية ومحرضا على العنف، الأمر الذي أهدر ضوابط المنهجية والموضوعية في تناول الأحداث وتفسير الوقائع وتصور المآلات التي سنصل إليها. ولقد ساهم غياب المشروع الوطني وتغييب تجسداته السياسية والاجتماعية والثقافية في تضخيم الزيف وتعاظم التزوير واستمرار التضليل والخداع وكذلك الإدعاءات الصادرة عن الأهواء الشخصية والسياسية والمعبرة عن أحكام تضع أهدافا جاهزة. أعزائي المشاهدين، تمثل صعود أو ظاهرة صعود الحوثية واحدة من القضايا التي سادها قدر كبير من الخداع والتضليل وتقديم الأهواء السياسية والأحكام الجاهزة على الحقائق والوقائع، أحيانا بجهل وحمق وفي كثير من الأحيان عن قصد وعمد. ولأن الوقت لا يسمح بالوقوف عند تفاصيل الأحداث والوقائع وكذلك سيرها الزمني في المكان وبين الناس، فإنني سأتوقف عند جزء يسير من الأحداث لأشارك المشاهدة في إثارة التساؤل وتقديم قراءة مغايرة
للحوثية ومسيرتها التخريبية والتدميرية. سأبدأ من الحروب الست التي خاضتها الدولة اليمنية ضد عصابة مسلحة متمردة على القانون وخارجة على النظام والدستور منتصف العام 2004، وقد شاع في تفسير هذه الحروب على أنها حروب مصطنعة، حيث قيل إن الزعيم اختلق هذه العصابة لكي يستخدمها في حروب يستنزف قطاعا من الجيش اليمني لصالح توريث الحكم لنجله. كان هذا التفسير مدمرا للقضية الوطنية من جانبين أهمها: الأول أنه صور الجيش اليمني إقطاعيات شخصية تابعة في الانتماء والولاء لبعض القيادات العسكرية فقط، وليس جيشا وطنيا ينتمي ويوالي الجمهورية اليمنية تم تأهيله وتدريبه واستقطابه من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية ومن مختلف الشرائح الاجتماعية. الأمر الثاني أنه زيف الوعي الجمعي بحقيقة التنظيم العقائدي السري لعصابة الحوثي وطبيعتها الطائفية وارتهانه لقوى خارجية، مما أضعف الوعي الجمعي للشعب اليمني بخطورة هذا التنظيم ومخاطر بقائه ومخاطر أيضا استمراره. وفي سياق هذا التزييف للحقائق والوقائع، تحولت الحروب الستة إلى حروب استنزاف للجيش والموارد المالية وللدولة اليمنية، ومنفذا أيضا للتدخلات الخارجية التي انحرفت بالقضية وانحرفت كذلك بمساراتها. أعزائي المشاهدين، هذا الخطاب المضلل لم يزيف الوعي الوطني بالحقيقة الظاهرة عن جماعة الحوثي وبها منذ بداية الحروب الستة وحتى اليوم فحسب، بل عمل على خلق يعني هالة من الغموض والحيرة في فهم حقيقة الجماعة وفهم طبيعتها العنصرية والتخريبية والتدميرية. والأخطر في هذا التفسير أنه شكك في شرعية حرب تخوضها الدولة ضد تنظيم سري عسكري طائفي مرتبط بدولة أجنبية، وحينما تم النيل من هذه الشرعية اكتسب التنظيم الحوثي مشروعية الوجود والقبول. حينما كانت النخبة السياسية والنخبة الثقافية تصور أن هذه الحرب حرب ظالمة تشنها الدولة على مجموعة وطنية مسالمة، أعطى فرصة لهذه العصابة أن تكتسب مشروعيتها. بالإضافة إلى ذلك، حينما كرست هذه النخبة السياسية والثقافية رؤيتها التدميرية للجيش الوطني واعتبرته على أنه جيشا عائليا، مكن هذه العصابة من الحصول على الشرعية وعلى التمدد لدى كثير من المواطنين، مما جعل الدولة تضعف في مقابل تقوية هذه العصابة. وهذا الأمر الذي رأيناه في العام 2011 ثم في العام 2014 واستمراره حتى يومنا هذا. لقد تجاهل أصحاب هذا التفسير الوطنية اليمنية المهددة باتجاه انعزال طائفي موال لقوى معادية، وأدى هذا التجاهل إلى التعامي عن خطورة التنظيم الحوثي السري المسلح على الجمهورية وعلى الوحدة والنظام الديمقراطي التعددي. وكما قلت آنفا بأن هذه اللامبالاة بالحقائق وبالوقائع كذلك، سواء كانت عن جهل أو عن قصد، قد خلقت أرضية من الشك والحيرة والتخبط السياسي وكذلك التخبط الثقافي في التعامل مع ظاهرة غدت هي الأخطر على الوجود والمصير حتى الآن. واستمر هذا التضليل في سيرته المزيفة للوعي والتاريخ حتى العام 2011،
حين جاءت نكبة فبراير بالتنظيم الحوثي إلى العاصمة ومنحته ساحة في قلبها لينشط بحرية كاملة في التنظيم والحشد وفي التعبئة والإعداد لمعاركه القادمة. وحينما جاءت المبادرة الخليجية وتمت التسوية بين السلطة المتمثلة في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه، ظلت هذه العصابة مرابطة ومراوحة في ساحة الجامعة حتى اندلعت الحرب أو حتى دخلت هذه العصابة إلى العاصمة صنعاء. كانت جماعة نكبة فبراير 2011 تعتقد أنها سوف تستخدم القوة الصاعدة للحوثيين في إسقاط حكم الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، وبعد سقوطه سوف تتمكن من القضاء على الحوثيين وإشباع رغبتها في الاستفراد بالحكم. وكانت هذه الجماعات مخدوعة بوهم القبيلة والجماعة الدينية متناسية أو متجاهلة أن سقوط الدولة يقود إلى الفوضى وصعود الجماعة المنظمة عسكريا وعقائديا والمدعومة خارجيا. أعزائي المشاهدين، وحين نجحت جماعة الحوثي في السطو المسلح على كامل محافظة صعدة، باركت جماعات نكبة فبراير 2011 العملية واعتبرتها تحريرا للمحافظة، وسعت إلى أن تكون صعدة عاصمة ما زعمته ثورة شبابية سلمية، لكن الحوثي رفض ذلك محتفظا بمشروعه السري إلى ما بعد تفكك الدولة وسقوط النظام. تمكنت جماعة الحوثي بفضل نكبة فبراير من الحشد والتنظيم في قلب العاصمة صنعاء عبر تنظيم أسموه شباب الصمود، وعملوا من خلاله على الانتشار والاستقطاب والتدرب على مهارات الحشد والتجمهر استعدادا للوصول إلى هدفهم البعيد، وهو إسقاط العاصمة بفوضى الحشود والقوة المسلحة. وهذا ما تم في 21 سبتمبر من العام 2014. ولست أقول هنا إن هذا السرد للوقائع والأحداث قد يكون هو عين الصواب، لكنني أؤكد على أن الانفتاح على كل الوقائع ومن مختلف الزوايا يعين على الوصول إلى بصيرة نسبية وقدر من الوضوح اللازم لتحديد المواقف والاتجاهات. ونحن لا نثير ولا ننبش في الماضي لمجرد العودة إلى الماضي، وإنما نريد أن نكشف عن زيف ظلل الرأي العام واختزل صعود الحوثية بشخص واحد أو بطرف واحد دون أن يعطي لكل هذه الأحداث وسياقاتها وأنساقها الحقيقة، لكي يستطيع المواطن اليمني أن يبني أو يراكم الإيجابيات ويعمل على هدم السلبيات حتى لا يكرر أخطائه مرة أخرى. وحتى لا نستمر في الغي ونصر على الضلال تفرض علينا المأساة الراهنة، أن نتوقف عن الزيف الممنهج للعقل والضمير للوعي والسلوك، وأن نتجه إلى مصارحة النفس بالحقيقة الظاهرة الآن على الأرض وبين الناس. ولعلكم تستذكرون أحد مشايخ القبائل والذي كان له الدور الكبير في فتنة فبراير 2011 حينما زعم بأن صعدة آمنة وهي آمنة في الجمهورية اليمنية. لم يلتفت أحد إلى خطورة التعامل مع تنظيم سري مسلح، ولم يدرك أحد أهمية الاحتماء بالدولة والنظام، فجاءت الحسابات الخاطئة والتقديرات الحمقى بكل هذه الكوارث والويلات. وهنا أقول إن الفرصة سانحة لإعادة النظر فيما جرى منذ العام 2004 وحتى اليوم، وذلك بهدف تقويم العوجاج الذي قادنا إلى هذه المأساة المستمرة، علنا نملك قدرا من الوضوح يخرجنا من ويلات الاقتتال والحروب. للحديث صلة، أكتفي بهذا القدر، استودعكم الله، إلى لقاء يتجدد.